السلام عليكم. الفصائل المسلحة العراقية عادت لمهاجمة القواعد العراقية التي يتواجد فيها مستشاري التحالف الدولي من خلال هجوم قامت هذه الفصائل بتنفيذه خلال 24 ساعة الماضية. العديد من الوكالات تحدثت عما جرى، من ضمنها وكالة رويترز اليوم. الهجوم كان قد جاء باتجاه غرب العراق، محافظة الأنبار وتحديدا قاعدة عين الأسد. إذا ما اقتربنا من قاعدة عين الأسد، هذه هي قاعدة عين الأسد التي تتواجد فيها القوات العراقية وكذلك مستشارية التحالف الدولي. وبحسب مصدر خاص وحصري لقناة التغيير وبرنامج رأس السطر، أكد هذا المصدر بأن الطائرات المسيرة الخاصة بهذه الفصائل المسلحة انطلقت من هذه المنطقة تقريبا إلى شمال شرق قاعدة عين الأسد، أي تقريبا من على مسافة 25 كيلومترا، وأن نوعية الطائرات المسيرة التي قامت الفصائل المسلحة باستخدامها هي من نوع شاهد 101 التي يصل مداها إلى 600 كيلومتر. واضح جدا أن الفصائل هنا تريد تحقيق ضربة مباشرة على هذه القاعدة من خلال المسافة وإطلاقها من هذه المسافة التي تعتبر قريبة على مدى هذه الطائرات المسيرة. الذي جرى أن الطائرات المسيرة حاولت فعلا الوصول لهذه القاعدة، واحدة من الطائرات المسيرة سقطت بعيدا عن هذه القاعدة ولم تكن قريبة أبدا منها، ولكن الطائرة المسيرة الأخرى اقتربت كثيرا من القاعدة وجاءت منظومة الكايوري الصاروخية المتخصصة في عملية اصطياد الطائرات المسيرة وذات دقة عالية للغاية، تمكنت من ضرب هذه الطائرة المسيرة وتدميرها بالكامل وسقطت على مساحة مفتوحة، وبالتالي لا قتلى ولا جرحى ولا حتى أي أضرار مادية قد تعرضت لها هذه القاعدة بأي شكل من الأشكال. نفس طريقة هذا الهجوم نفذتها الفصائل المسلحة أيضا بطائرتين مسيرتين في شهر أبريل من هذا العام، وبنفس الطريقة وبنفس الأسلوب من خلال منظومة الكايوري مرة أخرى تمكنت من صد هذه الطائرات المسيرة، وبالتالي الفصائل المسلحة لا تظهر الكثير من النجاحات عندما تنفذ مثل هذه الهجمات. كذلك اتضح أن في قاعدة عين الأسد أيضا خلال هذا العام بأن هنالك منظومة الباتريوت من خلال هجوم نفذته الفصائل المسلحة بالصواريخ البالستية، الصواريخ البالستية التي تحصلت عليها الفصائل خلال الأزمة التي جرت وبدأت منذ 7 أكتوبر العام الماضي في قطاع غزة، تحصلوا على كثير من الأنواع من هذه الأسلحة. الفصائل قامت بتنفيذ هجوم بصواريخ فاتح 110 الإيرانية الصنع، وقاموا بمهاجمة القاعدة، وكانت منظومة الباتريوت حاضرة في التصدي لهذا الهجوم الذي كان يمثل تصعيدا كبيرا للغاية آنذاك. بالتالي قاعدة عين الأسد هنا واضح جدا بأنها محمية بشكل كبير بمنظومات متقدمة، إن كان الهجوم بالصواريخ البالستية أو صواريخ الكروز أو حتى الطائرات المسيرة، تبدو هذه القاعدة محصنة ولا تمتلك الفصائل المسلحة الكثير من الفرص لتحقيق أي هجمات فعالة على هذه القاعدة في ظل هذه المعادلة التي نراها. كذلك أن الولايات المتحدة الأمريكية لديها قدرة أيضا على الرد على هذه الفصائل المسلحة وبقوة كبيرة للغاية، إن تمكنت الفصائل من تحقيق أي ضربة تؤدي إلى جرحى أو قتلى. على سبيل المثال الشهر الماضي أو نهاية الشهر الماضي كانت قد نشرت الدي في اي دي اس التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية هذه الصورة التي ترونها لطائرة الـ A-10 Warthog المتخصصة في ضرب الأهداف البرية، والتي انتشرت في منطقة الشرق الأوسط بعد تصعيد من الفصائل الموجودة في سوريا تجاه القوات الأمريكية، ولكنهم لم يحددوا موقع هذه الطائرة كما نلاحظ Undisclosed Location، ليس محددا طبعا الموقع. وكانت هذه الصورة قد التقطت في 27 من يونيو كما نلاحظ، أي نهاية الشهر الماضي. الصورة ليست بالبعيدة طبعا من اليوم الذي نتحدث عنه، وإذا ما حاولنا أن نحدد موقع هذه الطائرة لكي نعرف أين هذا التحليق العسكري وأين يجري، سنلاحظ بأننا أمام جبل واضح أمامنا طبعا، مساحتين مفتوحة هنا وهنا، وكذلك نلاحظ أن هنالك بعض العلامات التضاريسية المميزة على الأرض التي ستساعد في تحديد هذا الموقع. هنا 1 وهنا 2، وكذلك ترى طريقا آخرا باللون الأبيض مميز، وأيضا سترى بأننا أمام على ما يبدو قرية بهذا الاتجاه. وصدق أو لا تصدق، إذا ما ذهبنا إلى القمر الصناعي سنجد أنفسنا
فوق العراق، وبأن هذه الطائرة التي تمتلك قدرات عالية في ضرب أهدافها الأرضية اتضح بأنها تحلق فوق جبل سنجار الذي ترونه هنا من هذه الزاوية تحديدا التي نراها أمامنا، ترى نفس الجبل الذي نتحدث عنه وهو جبل سنجار بنفس الشكل التضاريسي الذي رأيناه بالصورة، كل شيء متطابق مع ما رأيناه وحددناه من هذه الصورة، وهذه هي القرية الصغيرة الظاهرة كما تلاحظون. بالتالي الصورة قد التقطت للأيتن وورثوغ وهي تتزود بالوقود من الكيسي 135 ستراتوتانكر من طائرات تزويد الوقود الأمريكية، وبالتالي هذا يوضح أن الولايات المتحدة الأمريكية والجو بشكل عام، الولايات المتحدة قادرة على الاستجابة بسرعة لأي هجوم من الممكن أن يشكل خطرا على الجنود الأمريكيين. بتحليق هذه الطائرة واعتماد هذه الصورة ترى بأنهم يستطيعون من الاستجابة على الفصائل المسلحة الموجودة في سوريا في حالة أنهم قاموا باستهداف على سبيل المثال القوات الأمريكية المتواجدة في حقل العمر النفطي أو حقل كونيكو، وكذلك على المستوى العراقي أيضا في قاعدة عين الأسد العراقية أو حتى على مستوى إقليم كردستان على سبيل المثال. وبالتالي الاستجابة في سوريا والاستجابة في العراق من الممكن أن تكون حاضرة بقوة بالنسبة للولايات المتحدة في حالة ازداد الضغط من الفصائل، لكن الواضح أن الفصائل فعلا هي عادت إلى هذه الاستهدافات الآن، ومرشح جدا أن تكون هذه الاستهدافات متصاعدة في الفترة القادمة، وهذا يعود إلى أسباب عديدة. أولى وأهم هذه الأسباب أن هذه الفصائل في الشهر الماضي أعطت مهلة لرئيس الوزراء العراقي السيد محمد شيع السوداني 40 يوما أما أن تخرج القوات الأمريكية من العراق أو أن نبدأ ونعاود استهداف القوات الأمريكية مرة أخرى. انتهت هذه الأيام أو المهلة أو المدة التي أعطتها هذه الفصائل لرئيس الوزراء العراقي، وها هم يقومون بهذه الهجمات، على الرغم أن وكالة رويترز اليوم أكدت أن هنالك وفد عسكري عراقي رفيع المستوى سيتجه الولايات المتحدة الأمريكية من أجل مناقشة مسألة انسحاب قوات التحالف الدولي من العراق، الأمر بحاجة إلى التنسيق للتأكد من أن القوات العراقية قادرة على إدارة أمورها ضد تنظيم داعش الإرهابي لوحدها، وكذلك أيضا أن تكون قادرة في نفس الوقت أيضا أن تتصرف وبقوة ولا تفتح بابا لتنظيم داعش الإرهابي لتوسيع عملياته الإرهابية في العراق وأن يتوسع في المنطقة مرة أخرى. بالتالي الأمر يحتاج إلى التنسيق والحكومة تعمل على هذه المسألة، لكن الفصائل عادت لهجماتها. كذلك أن الهجوم الذي نتحدث عنه والذي تم يوم أمس على قاعدة عين الأسد هو يأتي بعد تقارير كثيرة قادمة من مهر نيوز الإيرانية، وكذلك أيضا بغداد اليوم وغيرها من المصادر أكدت أن إسماعيل قاني قائد فيلق القدس الإيراني كان موجودا في المنطقة واتجه إلى لبنان وبعدها ذهب إلى سوريا وذهب إلى العراق والتقى بجميع الفصائل المسلحة التي هي تعتبر من ضمن جبهة المقاومة بالنسبة لإيران لمهاجمة طبعا إسرائيل والقوات الأمريكية وغيرها. ومجرد ما انتهت هذه الزيارة التي تتحدث هذه المصادر بأنها تمت الأسبوع الماضي، ها نحن نعود أمام هذه الهجمات مرة أخرى لتظهر ضد القوات الأمريكية. واضح جدا هنا التحرك الإيراني، التنسيق بين جميع هذه الأطراف هو يأتي مع التصعيد الكبير الذي نراه في لبنان أيضا، وهي مسألة مهمة بالنسبة لإيران لأن حزب الله اللبناني أصبح مهددا من قبل الجانب الإسرائيلي. يوما بعد يوم إسرائيل تصعد تحشد تناور تنشر منظومات القبة الحديدية بشكل مكثف، تضرب كذلك محطات الطاقة الكهربائية، تقطع الكهرباء والماء شيئا فشيئا على حزب الله اللبناني، مما يعطي مؤشرات ميدانية بأن إسرائيل تريد الهجوم فعلا على حزب الله اللبناني. وبالتالي هذه الجبهات مشتعلة الآن بهذا الشكل، وكذلك حزب الله يبدو بأنه يشعر بثقة كبيرة في هذه المواجهة، إلى درجة أنهم خلال 24 ساعة الماضية على سبيل المثال هاجموا بالعديد والعديد العشرات من الصواريخ الجليل الأعلى وكذلك ميرون وكذلك الجليل الغربي. وتلاحظون هنا نحن نتحدث عن الكثير من صافرات الانذار هنا كما نلاحظ في الجليل الغربي بأكثر من 85 صاروخا، وهنا كذلك باتجاه ميرون. وظهرت المنظومات الدفاعية، منظومات القبة الحديدية كما نشرتها وزارة الدفاع الإسرائيلية اليوم، وهي تتصدى خلال الليلة الماضية للصواريخ القادمة من حزب الله اللبناني. توضح لك بأن هنالك الكثير من الصواريخ التي تحاول القبة الحديدية من التصدي لها. وزارة الدفاع الإسرائيلية قالت أنها تمكنت من صد أغلب الصواريخ، وإن كانت هنالك صواريخ قد سقطت فإنها سقطت في مساحة مفتوحة. ولكن المثير بهذه المسألة عندما ترى الهجوم على الجليل الأعلى في كريات شمونة سترى بأن هنالك
ضربة ناجحة بالنسبة للصواريخ الخاصة بحزب الله اللبناني كما نرى، والضربات بشكل عام التي جاءت تجاه كريات شمونة لم تستهدف أي موقع عسكري، هي استهدفت نقاط مدنية كما نلاحظ، ضربات عشوائية قادمة من قبل حزب الله اللبناني. بالتالي هذا التصعيد يبدو بأنه مدروس للغاية. كذلك أن هنالك جبهات أخرى بدأ الحديث عنها وتتحدث عنها هذه الفصائل المسلحة تحديدا العراقية. جريدة الأخبار التابعة والمقربة من حزب الله اللبناني كانت قد نشرت تصريحات مباشرة من الفصائل العراقية يهددون فيها المملكة العربية السعودية، خاصة وأن هنالك تصريحات قادمة على سبيل المثال من الرئيس الأمريكي جو بايدن في هذه المقابلة تحديدا، قال بأن السعودية تريد إقامة علاقات مع إسرائيل مقابل ضمانات، وهذا هو الأمر الذي استنفر إيران والفصائل المسلحة، لأن 7 أكتوبر كان من المفترض أن يعرقل مثل هذه الترتيبات، إلا أنها في نهاية المطاف ها هي تعود ويتم الحديث مرة أخرى لتحقيق مثل هذه العلاقة. طبعا المملكة العربية السعودية تبحث عن تحقيق دولة فلسطينية مستقلة في صدد أو من أجل الوصول إلى مثل هذه العلاقة، لكن إيران لا تريد ذلك والفصائل لا تريد ذلك أيضا في نفس الوقت. بالتالي التهديدات الآن باتجاه السعودية هي قادمة من الفصائل العراقية كما نشرت جريدة الأخبار، وكذلك أيضا من جماعة الحوثي تصعد بشكل كبير، حتى أن شيبا انتليجنس البريطاني كان قد نشر بأن هنالك عدد من المنظومات الصاروخية في الجوف وكذلك في صعدة تم نصبها باتجاه المملكة العربية السعودية. بالتالي التهديدات تأتي من الشمال والتهديدات أيضا تأتي من الجنوب، لأن إيران لا تريد لهذه العلاقة أن تتم بأي شكل من الأشكال. ومسألة استهداف القوات الأمريكية أو مستشارية التحالف الدولي في العراق أو حتى ما هو متوقع على المستوى السوري هو يأتي مدروسا من قبل إيران الآن على ما يبدو، خاصة أن الولايات المتحدة الأمريكية الآن لديها انشغالات كبيرة في طبيعة الانتخابات وما يجري فيها، وتعلم إيران أن بايدن إذا ما تعرض إلى الضغط الآن فهو لا يريد ومن الممكن أن يضغط على إسرائيل لكي تبتعد إسرائيل عن مسألة التقدم باتجاه جنوب لبنان، وبهذا يحافظون على حزب الله اللبناني وقدراته العسكرية والصاروخية، ويحافظون بالتالي على الجبهة المباشرة باتجاه طبعا الشمال الإسرائيلي. وإسرائيل المشكلة أنها تقف ضد أي هدنة من الممكن أن تتحقق في قطاع غزة، وتعلم إيران أن ضغطها الآن على القوات الأمريكية لن تبحث إدارة بايدن من خلالها على القيام بالعديد من الردود ضد هذه الفصائل تحاول احتواء المشكلة أو تحاول تفادي وقوع أي قتلى أو أي جرحى، والضغط على إسرائيل لإيقاف إطلاق النار في قطاع غزة ويتوقف كل شيء بعد ذلك. لكن نتنياهو لديه شروط أن الهدنة ممكن أن تتم، ولكن لا تتم على أساس إنهاء الحرب وإنما بشكل مؤقت لتبادل الأسرى. بالتالي هنا تلاحظ أن إيران تأخذ العديد من المسارات، خاصة مع ما جرى لمحاولة الاغتيال للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الذي ازدادت أسهمه بشكل كبير الآن في الانتخابات القادمة، إن كان في مواجهة بايدن أو غير بايدن. هذا الرجل الآن مجيئه إلى السلطة الذي يبدو الآن أصبح واضحا للكثير من المحللين والمراقبين، ومن الممكن أيضا للجانب الإيراني يعلمون أنهم أمام فرصة للضغط على القوات الأمريكية الآن في محاولة لإبعاد الولايات المتحدة من العراق وجعل العراق آمنا ومنطقة آمنة بالنسبة لهم، وذلك لفتح الباب بشكل أكبر للضغط الآن على الخليج العربي والتواجد الأمريكي الموجود هنا، وكذلك حرمان القوات الأمريكية وقوات التحالف الدولية الموجودة في سوريا من الدعم اللوجستي والحركة اللوجستية الكبيرة والعمق الذي تتمتع به على المستوى العراقي أو حتى على المستوى السوري. وبالتالي إيران لديها أفكار استراتيجية تتشارك أيضا معها روسيا حول هذه المسألة. بالتالي هنالك متغيرات كبيرة للغاية، تصعيد في توقيت مثير للغاية وحساس، والسؤال الأكبر هنا إلى أي درجة من الممكن الفصائل المسلحة أن تصعد ضد مستشارية التحالف الدولي في العراق؟